طيب نمضي إلى صحيفة الجريدة أستاذ طاهر معتصم ونقرأ منها هذا الخبر. الحكومة ترفع الدعم تدريجيا عن البنزين والجازولين. أعلن رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في معالجة الوضع الاقتصادي ومعالجة الغلاء وارتفاع الأسعار ضمن برنامج سلعتي وقطاع التعاونيات. وقال حمدوك في مؤتمر صحفي أمس: نشعر بمعاناة شعبنا في ارتفاع الأسعار ونريد التركيز على الإنتاج والإنتاجية. وأكد أن الحكومة شرعت في معالجة الخلل في الميزان التجاري، وأشار إلى إنجاز اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية لمحفظة للسلع الاستراتيجية. وفي سياق متصل أعلن حمدوك عن رفع الدعم تدريجيا عن البنزين والجازولين والإبقاء على دعم 5 سلع أخرى. طيب ما هي أبرز التأثيرات المتوقعة لرفع الدعم؟ اختفاء الندرة. الآن كثير من المصانع، كثير من الزراعة بتعاني مشكلة كبيرة في توفير الوقود للمصانع أو للزراعة، وده أثر على الإنتاج بصورة كبيرة، ومتوقع أنه تأثيراته تبقى سالبة لو ما تم معالجته. الآن نحن وبنتكلم كثير من الناس بيشتروا من السوق الأسود، بالتالي لما يكون في وفرة برفع الدعم ومتوفر في أي حتة لهذه، نعم حيحصل ارتفاع في الأسعار، لكن التنافس والوفرة حتعمل استقرار. طيب رئيس الوزراء تحدث عن معالجة، لكن ارتفاع الأسعار سيتم معالجته عبر برنامج سلعتي وعبر التعاونيات. لماذا لم تحدث هذه المعالجات أو لم تحدث هذه المعالجات أي تأثير على الأسعار؟ وهل هي معالجات عاجلة أم معالجات استراتيجية بعيدة المدى، والمواطن يرزح بين هذه الفترتين الطويلتين تحت وطأة حرارة ارتفاع الأسعار هذه؟ يعني أنا بفتكر أنه وزارة التجارة والصناعة تأخرت جدا في إنفاذ المنظومة بتاع السلعتي والتعاونيات، ودي يزال عنا الوزير مدني عباس مدني التعطيل والتأخير ده. نحن لمدة 9 شهور وزارة التجارة والصناعة ما عندها لبانة لاك غير التعاونيات وسلعته، لكن على أرض الواقع لو نزلنا ما شفناها على أرض الواقع. بفتكر أنه رفعها للجنة الاقتصادية العليا ودعم رئيس الوزراء لها، بنتوقع أنه نشوفها على أرض الواقع. هي دي معالجة استراتيجية، ردا على سؤالك، معالجة استراتيجية. نظام التعاونيات لو بدأ يستمر السلع الاستهلاكية الأساسية بأسعار مناسبة من المنتج للمستهلك مباشرة، بتحدث بعض الاستقرار. لكن أنا عايز أقول دي معالجة ما في اقتصاد دولة بتبني على التعاونيات. خلينا نقول يعني وين أمثلة الدولة اللي بتعتمد فقط على إن التعاونيات تحل المشاكل؟ لا، مطالب اللجنة الاقتصادية العليا بعدد من الإجراءات. واحدة من المشاكل الآن ميناء بورسودان، التراكم بتاع الحاويات وما قادرين يدخلوا ويعملوا، دي مشاكل مفروض انها تحل. التعاونيات وسلعتي ممكن بعد ذاك تبقى جزء من الحل، لكن ليس كل الحل. طيب كثيرون استاذ طاهر انتظروا من الحكومة الانتقالية بقيادة حمدوك ان تعلن عن مشروع وطني كبير يلتف حوله جميع السودانيين من مختلف طوائفهم وفئاتهم وافكارهم، مشروع وطني يقصد به النهوض بالاقتصاد تحديدا للالتفاف حوله، ولكن الملاحظ أن الحكومة تعمل بسياسة إطفاء الحرائق. طيب الحكومة في تقاطعات كثيرة بتمر بها منذ تأسيسها، تقاطعات مع المكون العسكري في فترة من الفترات، ثم الحرية والتغيير وما حدث فيها من بعض الخلافات، ثم تجمع المهنيين وما آل إليه وغز على ذلك. رئيس الوزراء أمس في مؤتمر الصحفي أشار إشارة مهمة، لأنه بدأ العلاقة بينه وبين الحرية والتغيير تمشي في المسار الصحيح بتاعه، وأشار إلى تعيين المجلس التشريعي. ده واحدة من المطالب المهمة اللي بتحل مشاكل كثيرة، مساءلة الوزراء، صياغة برنامج وطني اقتصادي تنموي الناس يمشوا عليه. لكن برضو ما بنقدر نغفل إنه رئيس الوزراء أعلن عن 5 مسارات للتنمية منذ بداية توليه رئاسة الوزراء. ال5 مسارات دي واحدة من الخطط اللي اشتغل عليها الوزير السابق إبراهيم البدوي، والآن مطلوب تفعيلها.
في إشارة تانية مهمة إنه في مجلس اقتصادي عينوا رئيس الوزراء في الأسبوع الماضي، فيه كفاءات اقتصادية كبيرة، بفتكر إنه حيقدم رؤية لمشروع وطني اقتصادي.